دكتورة سناء، قولي لي ايه يعني حضرتك باحثة في علوم الفيزياء، فقولي لي بقى ايه الكائنات الفضائية دي جاية لنا منين؟ يعني هل هي من كواكب أخرى داخل المجموعة الشمسية، لا والله، ولا هي هي من جايه لنا من أجرام استوديو أخرى؟ زي ده بالظبط. هي جايه لنا من يعني استوديوهات زي ديت كده بالظبط. يعني يعني أنا عارفة إن حضرتك ضد فكرة وجود كائنات تماما فضائية، حقيقي. فنسمع وجهة نظرك. هو الحقيقه في مفارقه فيرمي، مفارقه بنسميها مفارقه فيرمي، ان بناء على الاحداثيات اللي احنا بنرسمها للكون يبقى المفترض انه في 10 كادريليون حضاره. اذا اين الجميع؟ لو قلت لك انه لا ما شفتش منهم حاجه يبقى ما فيش 10 كادريليون حضاره، لو قلت لك انا شفت منهم انت بوريني، تمام؟ فلا، بناء عليه ما فيش حضارات اخرى، ما فيش غير الارض. قولي لي بقى ان منتهى الانانيه انك تقولي ان الكون اللي فيه الارض ربع كواكب المجموعه الشمسيه في الحجم، يعني يعني حضرتك ما بتقولي فيهاش، ان ما فيش ما حاجه فيش ثانيه. نجوم تانية، هي الشمس والارض. ما فيش نظام شمسي حضرتك، يعني امال الشمس حضرتك اللي احنا بنشوفها دي ايه؟ مالها الشمس؟ الشمس زي ما حضرتك شايفاها بالظبط، ما فيش نظام شمسي، ما فيش حاجة اسمها انه الشمس. يعني ما فيش المريخ وعطارد و هم مجرد زينة في السماء، نقرأ قرآننا بقى ماشي، هم مجرد زينة في السماء. طب ايه الموضوع؟ هو في دليل ايه؟ حضرتك على الكلام ده ايه؟ في ايه بقى؟ ما انا هقول حضرتك بقى الدليل في الموضوع دوت ايه. الدليل كان جه ببساطة، كانت مسابقة صغيرة كده على الفيسبوك، نزلي آية واختاري 7 واختاري معرفش ايه، وبعدين الناس تطلب مني تفسير الآيات اللي بنزلها. فأنا كنت بحب الآيات اللي فيها شمس وقمر ونجوم وكواكب وحاجات كده. فنزلت آية: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فطلبوا مني تفسيرها، ابتديت ابص على تفسيرها: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ده معناه انه الظل موجود ومش الشمس اللي بتعمله، هي الشمس اللي بتدل عليه، يعني هو موجود. يعني ظل الانسان اللي هو انه بنشوفه الظل على ده الارض ماده موجوده، لكن لما سلطت عليها الضوء بتاع الشمس فاظهرها، لكن هي موجوده من غير الشمس. فابتديت ابص، طب ما اشوف الشمس في القران بيتقال عليها ايه؟ كنت حاسه كاني بقرا القران لاول مره. طيب الشمس في القران بيتقال عليها ايه؟ والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها. يبقى النهار هو اللي اظهر ضوء الشمس، مش الشمس اللي خلقت النهار، ده النهار هو اللي اظهر ضوء الشمس. فلقيت الموضوع ايه ده، انا كاني بمسك المصحف بتاعي لاول مره. رحت داخلة على النت ومنزلة كل آيات فيها الأرض، كل آيات فيها الشمس، كل آيات فيها السماء، فيها القمر، فيها كل الآيات اللي فيها علوم الفلك عامة يعني. ففوجئت إنه مفيش آية ولا كلمة وأتحدى بتقول إن الأرض كروية أصلا. ما فرطنا في الكتاب من شيء. طب معلش هاتولي آية بتقول النظام الشمسي اللي احنا بنتكلم فيه ده.